السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هناك عديد من الناس يسألون عن صلاة الاستخارة للزواج، للزواج من شخص ما، يعني تريد أن تتزوج من شخص ما. صلاة الاستخارة والدعاء، ما هو الدعاء المطلوب؟ تصلي ركعتين، صلاة الاستخارة تصلي ركعتين في لصلاة الاستخارة لوجه الله سبحانه وتعالى لكي تستخر وتطلب الله، هل هذا الشخص سيكون من نصيبك للزواج أم لا؟ فهو أن تقرأ في الركعة الأولى تقرأ سورة الفاتحة وتقرأ سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون. والركعة الثانية تقرأ الفاتحة ووراء سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، وتسلم وتقرأ الدعاء الذي تراه في الشاشة الآن. هذا الدعاء تقرأه بتمعن، تكتبه في ورقة وتقرأه كما تراه، وتقرأ يعني فلان، تسمي فلان، يعني إذا كان من نصيبك سيأتيك الله به إذا كان أنه مكتوبا إليك. اخترته إليكم إنه سريع الاستجابة بإذن الله لطلبكم للزواج. ما عليك إلا أن تكتبه في ورقة وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى، والله سيسمعك ويرى، وستأتيك إما في رؤية، وإما أن إذا كان الشخص يعني مقدر إليك فسيأتيك بسرعة، وإذا أو سترى في المنام رؤية إن شاء الله سترى. يجب أن تفعلها 3 مرات، 3 ليالي متتاليات كي يكون القطع. يجب أن تفعل الطريقة 3 ليالي متتاليات كي يكون القطع في الشيء إن شاء الله. هذا كل شيء، وأتمنى لكم الخير، وإلى اللقاء وبالتوفيق إن شاء الله.